امسكي. لا ماليش نفس. خلاص بقى شو فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه بس. معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلتلي جدكوا شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلتلك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي. والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن يا ابني، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل لك، هات لنا مكان جاهز. جيب واحده يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معاك. يلا ده هتلاقي معاك. انا جعانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش بقول لك ايه؟ اقعد اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده هتفضحنا. استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه، ما تشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ما والله شكلك لطيف. بس يا حاج بس يا حاج ايه اللي خليتنا نشحت؟ ايه ده والله متشكرين والله. يعني وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف الوقت وسع وسع وسع. يا عمنا العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عرسنا 100 100. سكه حديد مصريه عرسنا 100 100. يا عم قول وانا اقول، يا عم رص الفلوس، يا عم قول وانا اقول، يا عم رص الفلوس. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير، احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الفتواوة، فتواوة، احنا فريق الفتواوة. للي حبيبتي معقوله جايه تسميني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. حقها تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا. خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر. بس انت اوفر. الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي. وسع 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 وسع. لها جوف الوافي وسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزالها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره. والدنيا يا ابني الزين وزينه. اهي جت العروسه.
شرهان. ازيك؟ اهلا وسهلا عبد الله. الحمد لله. شرهان مبروك يا حبيبتي، اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شرهان. عارف شرهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. انا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام. وانت كمان يا شريهان لو عاوزه تتعلمي اصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس انا وراه. حاولي يا حبيبتي حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفه مستر منير ده هيبقى ايه؟ اكبر خلفيه اقتصاديه انا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا انا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم، حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونيه. تاني؟ هو في مفاجاه تاني؟ هما اتنين؟ امال انا ملك الخلفيات. اسيبكم وانا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا انسه شريهان، انا عايزك تركزي معايا كويس قوي. انا احب الجديه والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. تعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشف. لا كفايه كده صباحا. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه، ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس. الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي، بحياه امي، مش هقدر. لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرى لي حاجه بجد يا صباح. بجد؟ اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخويا؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحه؟ لا من القشطه. مالك يا سي عبد الله؟ انا؟ لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها إن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يا لهوي 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من حبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو، كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد، وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكلة انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف، يعني انا اسف، هتتحبس. بعد الشر عليه. تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجة. خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي، برضه تفك زنقة. ده العشم برضه يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير في قرشين كويسين ينفع، وفي برضه سلسله وحلقين. في ايه؟ ماما ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك العوزه. طيب لما مؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، يعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز.
الراجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبدل؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك يلفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع، مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذه؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا اتنين متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الضابط؟ في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح الخير. ازيك يا سعبتو؟ وحشتي. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ الله يسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعدي يا حبيبي. اقعدي. اسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامه صداقات مهولين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا
صرنانة؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفردة من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان، انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيميا من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها. خبي خلاص يا عم ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين انت؟ اتجننتي انت الطولي. جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى؟ ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش. they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة. احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. مالك يا بابي، الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت. انت هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه. هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر، جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي. تعبان كويس، محتاج يرتاح، محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي بخرج جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب ليه اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجة اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتفتفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاتنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ تفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانتي والست اللي معاكي دي تفضلي. لا يا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انتي لابساها دي. مقزعره؟
انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيت ولا مرجعه في الصحراوي؟ بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا، ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول، خليتك هزق يا بنتي. قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت واسلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحاله. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد سلام. بالك من روحك يا سي عبد الله. بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. يا باشا والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه، انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو. وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات فين يا هاني؟ احسن يا وحش،
جدع بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ، اكشن يا يوم عزام الحبيب مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام. الله يخرب بيت اهلك انت. ايه يا اخي مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام، ما كمل اول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله. البنت ماتت يا حمصاني، اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكرة. خد جيب الهنا والشيف. ايوه امرتنا ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. عم بقول بقى هو الحمامه شريهان؟ نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك هاني الدبدوب. ولا ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلابه دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلابه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي كلامها كده دبدوب؟ لم نفسك يا دبدوب. طبعا اذنك كده يا سحلابه يا سحلابه يا سحلابه. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجه، السحلابه دي تبقى امر. ايه عم بندق؟ عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهرية. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزة اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي ما كنتش عارفة. اصلا كده كده ما كنتش عارفة اخبطك بالقوقعة اللي على دماغك دي. قوقعة دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندو عم بندو، الراجل بيصوصو يا جماعة. طب صوصوله في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟
جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حاطه في الثلاجه عشان التسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه الحمد لله. انت مين؟ انا العيش المندي وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي والله كبرتي يا نيلي.